الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، الإمام صلى في المغرب سورة إيه؟ سورة إيه؟ حدش يتكلم غير اللي بشاول. سورة يوسف، جميل جدا. بدأنا وسيدنا يوسف في السجن يا إخواني في الله، وسيدنا يوسف في السجن يعني سجن قدماء المصريين ده، لما فرعون أراد أنه يهدد موسى لأجعلنك من المسجونين، يعني كان السجن ده يعادل عقوبة الإعدام الوقت كده، سجن يعني مش أي حاجة. سيدنا يوسف في السجن يا إخواني في الله، وربنا سبحانه وتعالى أبقاه في السجن سنوات تصل إلى 10 سنين، حوالي 10 سنين، من أجل أن يعبد الله، من أجل أن أكبر مصلحة للدعوة هي قلب الداعية. أكبر مصلحة للدعوة أن أنت قلبك يبقى قلب طاهر، أن أنت قبل ما تكلم الناس عن الله يكون قلبك عارف مين هو الله. سيدنا موسى خرج من السجن بعد 10 سنين عبادة، سيدنا يوسف عليه السلام خرج من السجن بعد 10 سنين عبادة. كان ممكن حد يقول يا رب السنين دي كلها كم كافر مات فيها، الارض حصل فيها كم منكر، مصلحة الدعوة ان الداعية كان يجري وينطلق، ما يتقلوش ممنوع، ما يتمنعش. ولكن في هذه السنوات التي اعد فيها يوسف عليه السلام العدة القلبية العظيمة، شفنا الوقت يا جماعة، وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. فلما كلمه، اول ما سمع كلامه عن ربنا، اول ما سمع النور اللي بيتفجر من قلبه ولسانه وهو بيتكلم عن ربنا، اخذ بقلب الملك الى الله. فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. سيدنا يوسف عبد ربنا 10 سنين وربنا اداله مصر في 10 دقائق. سيدنا موسى مكث في عبادة الله ومكث مع قلبه 10 سنين وربنا مكنه في الارض في 10 دقائق. اخواني في الله، ماذا لو عبدنا الله؟ ماذا لو اتقننا العبادة؟ يا جماعة، لو صلينا صح، لو صمنا صح، لو قعدنا جلسة الضحى صح، ربنا هيعمل لنا ايه؟ ربنا هيفتح لنا قد ايه؟ يعني اكبر ندم في الدنيا انك انت ما تكتشفش قيمة الشيء غير بعد ما يروح. عشان كده انا مش متخيل بعد ما نموت يا جماعة ويوم القيامة نكتشف قيمة الدنيا هنندم عليها قد ايه، هنندم على كل ساعة من ساعات الدنيا دي. انا متأكد ان اكتر حاجة هنندم عليها لو سبنا الدنيا دي هي الصلاة، هي الصلاة. عشان كده عايزين نعرف ايه قيمة الصلاة، عايزين نبدأ سلسلة مع بعض باذن الله يا اخواني في الله، هتاخد حوالي 3 مرات او 4 مرات باذن الله معانا. ولكن السلسلة دي المفروض انها تعمل انقلاب في حياتنا، المفروض انها تمثل انقلاب في حياتنا. السلسلة دي انا عاملها لنفسي انا بعنوان محتاج اصلي. السلسلة دي مش زي نور حياتك بالصلاة اللي كلمنا فيها تارك الصلاة، السلسلة دي احنا بنكلم نفسنا فيها، انا بكلم نفسي وبكلمك وبكلمك عن الخشوع في الصلاة، عن الخشوع في الصلاة. السلسلة دي بنتكلم ازاي لو خشعنا في الصلاة الصلاة تغير حياتنا كلها، ازاي محتاجين نصلي صح يا جماعة، ولو فضلنا نصلي زي ما بنصلي كده هنخسر قد ايه. يعني ايه نصلي صح؟ يعني ايه نصلي صح؟ يعني ايه يا اخواننا؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو في رحلة الاسراء والمعراج مر على سيدنا موسى في قبره، فوجد موسى يصلي في قبره. يا هو سيدنا موسى قلبه متعلق بالصلاة للدرجة دي؟ هو سيدنا موسى بيحب الصلاة للدرجة دي؟ الشيء المذهل مش ان موسى بيصلي في قبره، امال الشيء المذهل ايه؟ ان موسى نبي من انبياء الله وعبد من عباد الله الصالحين، فقبره روضات من الجنات، فقبره نعيم على نعيم على نعيم، فقبره يتمثل فيه كل انواع نعيم القبر التي تكلم عنها القرآن والسنة. يبقى لما قبرك يبقى روضة من رياض الجنة، وتسيب الجنة عشان تقف تصلي، يبقى ايه اللذة اللي في قلبك وانت بتصلي اللي خلتك تشغل عن لذة الجنة وعن نعيم الجنة وعن انهار الجنة؟ سيدنا موسى قدامه الجنة
يشغل عن نعيم الجنة بالصلاة يا جماعة. يبقى الصلاة دي ايه؟ يبقى احنا لو فهمنا النهاردة، انا عايز اكلمكم عن كلمة واحدة بس لو خرجنا بيها مع بعض، يبقى احنا فهمنا كتير قوي في دين ربنا يا جماعة. انا عايز اكلمكم عن معجزة الركعتين. معجزة الركعتين ده الاسم اللي في صدري. في ناس من الصالحين قصة حياتهم كلها تتلخص في معجزة الركعتين. الركعتين دول ياما غيروا تاريخ البشرية. المعجزين الركعتين دول ياما غيروا اخطر اوضاع في حياة الصالحين. ياما بركعتين ناس شفت من امراض عضال. ياما بركعتين نساء يعني وصلوا لما بعد العنوسة واتجوزوا. ياما بركعتين كروبات اتفرجت. ياما بركعتين مسار التاريخ اتحول. ياما بركعتين اعداء درئت وحفظ منها من صلى لله. ياما بركعتين دقت ابواب السماء. ياما بركعتين نزلت ملائكة الرحمن. ياما بركعتين دقت قوائم العرش من عباد الله. عايزين نتكلم يا اخواننا، الصلاة لو صليناها صح، لو صلينا صح، هيحصل في حياتنا ايه؟ هتفرق في حياتنا ايه؟ سيدنا موسى شغل عن الجنة بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان في الصلاة لشغلة. يعني المفروض ان الصلاة دي قلبك شغال فيها. المفروض ان الصلاة دي انت مشغول عن الدنيا، مشغول عن انك تفكر باي حاجة. يا ترى لو صلينا صح هناخد ايه؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مراته حبيبته عائشة الشابة الصغيرة الجميلة اللي بيحبها اكتر انسانة في الدنيا، وبيعلن هذا عن الملأ وهو معها وحدهما، ومس جلده جلدها ويقول لها ذريني اتعبد لربي، ويسيبها ويقوم يصلي. يبقى يقينا لذة الصلاة اعلى من اكتر لذة ناس كتير بتسعى وراها، وهي لذة النساء. لذة الصلاة يا جماعة، لذة الصلاة عملت قد ايه؟ الصلاة غيرت في الناس ايه؟ الصلاة في ناس كسبت بيها من خزائن ربنا دي. تعرفين سيدنا ابراهيم عليه السلام راح مصر، مصر التي تبتلى بظالم بعد ظالم ممن يحكمونها. حاكم مصر الظالم عنده مرض نفسي، لما بيشوف واحدة حلوة متجوزة مصمم انه يغتصبها، لازم ياخدها ويغتصبها. فرأى سارة دي ملك الجمال العالم في وقتها، زوجة سيدنا ابراهيم، فعلم بجمال سارة، فجت قوة قبضت على السيدة سارة وذوب. يا سيدنا ابراهيم يعمل ايه؟ سيدنا ابراهيم كان ممكن يعمل مظاهرة، وكان ممكن يقلب الدنيا، وكان ممكن يكسر الدنيا. سيدنا ابراهيم ولكن هو في النهاية دي قوته البشرية. سيدنا ابراهيم لجأ الى قوة الله، وقف يصلي معجزة الركعتين. يا جماعة شوفوا الركعتين هيعملوا ايه، شوفوا الركعتين هيتنزل بهم معجزات من الله سبحانه وتعالى. ده ايه؟ وقف يصلي. انا عايزك تتخيل كده وانت مكان سيدنا ابراهيم، وملك ظالم خد مراتك، هتقدر تعمل ايه؟ ده معاه امكانيات محدش يقدر يكلمه، وفجأة وانت لسه ما خلصتش الركعتين تلاقي مراتك قدامك. جت ازاي دي؟ ربنا اجرى لها 6 معجزات بسبب صلاة ابراهيم. الملك الظالم كل ما يقرب منها يتشل، فيطلب منها ان هي تدعي ربنا ان هو يصرف عنه فيصرف عنه. يبقى الشلل معجزة، وبعد كده الشفاء من الشلل معجزة، وبعد كده يقرب منها تاني يتشل تاني، وبعد كده يصرف عنه، وبعد كده يتشل تالت، وبعد كده يصرف عنه. 6 معجزات يا جماعة. سيدنا ابراهيم لسه بيصلي ولسه واقف بيتوسل وبيستغيث بالملك سبحانه وتعالى، يلاقي مراته قدامه وفيدها هاجر. يرجع ابراهيم بهاجر وسارة. هاجر تخلف له اسماعيل اللي كان منقذ الجزيرة العربية، وسارة تخلف له اسحاق اللي كان منقذ الشام. يعني التاريخ الديني للجزيرة العربية والشام يتغير بسبب ركعتين. بسبب ركعتين يا اخوانا الصلاة بتغير قد ايه. من القصص المذهلة في اثر الصلاة جريج العابد. جريج العابد اخوانا انتوا عارفين كلكم قصته. جريج لما كان بيعبد ربنا في صومعة، واحد يصلي امه تنادي عليه وهو منهمك في الصلاة. جت امرأة بغي افترت عليه، زنت ونسبت له الطفل من الزنا. ويا سلام الناس بقى ما بتصدق تشبع، وبرامج التوك شو ما بتصدق مصيبة وتشبع فيها لاد. الشيخ الشيخ جريج، تعالوا شوفوا المشايخ، تعالوا شوفوا التيار الديني، وتتقلب البلد كلها، ويروحوا يكسروا الصومعة بتاعت جريج. انما المرأة الزانية حد قرب منها؟
ولا حد بصلها. جريج اللي تتهد الصومعة بتاعته، جريج اللي يتقفل القنوات بتاعته، جريج اللي تتمنع المساجد بتاعته، انما المومس لا يقترب منها احد، حدش يقرب منها. هو اللي خطر على الدين جريج، انما دول هم التنوير كله. بعد كده تتعقد المحاكمة، البلك بنفسه نازل بنفسه عشان يحاكم جريج، ليه؟ ده قضية رأي عام بقى، والكل عايز يطعن الدين بخنجر من خلال جريج، من خلال غلطة راجل دين محدش عارف اصلا. طب هدوله الصومعة بعد ما تحكموه، طب حكموه لما يثبت ان هو انسان مش كويس، يبقى هدوله الصومعة، هدوا بسرعة احسن يطلع بريء، هدوا بسرعة، محدش الوقتي هيتكلم في هد الصومعة. وجريج داخل المحاكمة يلاقي المومسات كلهم واقفين، كل زمايل النقابة بتاعت المومسات واقفين. طب انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ ما لكم لا تنصرون، واقفين ينصروا بعض. الملتزمين ما بينصروش بعض لما حد منهم بيتحارب، انما اهل الفساد بينصروا بعض، جايين ينصروا اختهم، جايين يدافعوا عن شرف اختهم، جايين يدافعوا عن اختهم المظلومة لحد ما تاخد براءتها من الذئب الشرس جريج. دخل جريج ووجد المومسات وذكر دعوة امه، اللهم لا تمته حتى تره وجوه المومسات، لما اثر الصلاة على انه يرد على امه. سيدنا جريج دخل القضية، يا اخوانا ما كانتش قضية جريج، القضية ما كانتش قضية، القضية قضية ان جريج لو كان ثبت انه سانب هذه المرأة كان صورة الدين اتشوهت في المجتمع كله. 50,000 برنامج توك شو مستنيين ان هم يحطموا الدين تحطيم من خلال شخصية جريج. والاخطر من كده كمان، ما كانتش صورة الدين في المجتمع، الاخطر من كده ان جريج جه بعد عابد تاني حكيت لكم قصته قبل كده، اسمه برصيصة العابد. برصيصة العابد اللي الشيطان ضحك عليه وخلاه يزني فعلا ويقتل اللي زنى بيها فعلا، ولما اكتشف امره ومات وساجد للشيطان، صورة العباد اتشوهت في المجتمع. صورة العباد، هذا الكلام في التفسير، صورة العباد اتشوهت في المجتمع. بقى العباد بعد ما كانوا في الصوامع بشوات وسط الناس، بعد ما كانوا بشوات وسط الناس، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان العباد بقوا بيستخفوا في عبادتهم. فجريج كمان جاية، خلاص هتبقى مصيبة على العباد في الارض. جريج دخل قال لهم انا هطلب منكم طلب، عايز ايه؟ تقوم لك محامي؟ لا. معترض على المحامي اللي احنا عاملينه لك؟ لا. عايز تعمل مرافعة؟ لا. عايز تأجل لحين تكمل مستنداتك؟ لا. عايز تطلب شهود؟ لا. امال عايز ايه؟ اصلي ركعتين. عايز ايه؟ اصلي ركعتين. ركعتين ايه ده؟ احنا في محاكمة. دعوني اصلي ركعتين، سيبوني اصلي ركعتين لله، ركعتين. وقف جريج يصلي لله، وقف جريج يتوسل ويتضرع، مستقبل الحركة الاسلامية واقف على ركعتين. يا جماعة، مش قضية جريج وبراء جريج، مش قضية هدم صومعة، مستقبل صورة الاسلام في مجتمع كامل واقف على ركعتين. جريج واقف يصلي ويتوسل ويناشد ويستغيث ويبتهل وينادي الله. خلص الركعتين، مشي وهو بيبتسم وهيتجننوا من ابتسامته. قال لهم اين الطفل؟ قالوا له اهو. نغزه وقال من ابوك يا غلام؟ ما هوش نبي بيوحى اليه، ولكن يقينه ان ربنا لا يمكن هيسيبه، وهو ده اللي في ايديه. الكل ظلمه، الكل عايزين يتواطؤوا على الدين، اعلام وقضاء، الكل عايز يتواطؤ على الدين، هيعمل ايه؟ الكل من الطبقات العليا لحد الشعب المخدوع بيتواطؤ على جريج. مفيش حد باهر، مفيش حد طاهر وعلى الفطرة غير الغلام. نغزه وقال من ابوك يا غلام؟ فانطق الله الغلام وقال ابي الراعي. الله اكبر. الملك قال له نرجع لك صومعتك ذهب. هم كده مستعدين يبنوا الاهل الدين صوامع من ذهب، بس ابعدوا عن المجتمع، مالكوش دعوه بالناس، هنبني لكم الصوامع بتاعتكم من ذهب، بس مالكوش دعوه بالمجتمع، ما تنزلوش للناس، ما تنتشروش بدينكم وسط الناس. عشان كده الشيطان كان هيتجنن من برصيصه اللي قبل جريج. ليه؟ اللي كان هيموت الشيطان من برصيصه ان برصيصه كان الناس مبهوره بيه، اللي عنده مشكله بيروح لبرصيصه، اللي عنده مس شيطان بيروح لبرصيصه، الناس مبهوره. الشيطان ما كانش يهمه ان برصيصه يعبد والناس تفسد،
الشيطان كان قضيته ان الناس ما تنبهرش برصيصة. هي الوقت دي قالوا له نملي لك صوماتك من ذهب، مش عايز منكم حاجة ولا عايز من دنيتكم حاجة، اعيدوها من طين كما كانت بركعتين. صورة الطيار الاسلامي في المجتمع استعلنت في الاثر في التفسير، يقول لك فبعد جريج استعلن العباد مرة اخرى. جريج هو اللي رفع راس اهل الدين مرة تانية وخلاهم ماشيين في المجتمع رفعين راسهم مرة تانية بسبب ركعتين، بسبب التوسل الى الله بالصلاة. ماذا لو واجهنا النوازل دي بالصلاة؟ ماذا لو واجهنا النوازل اللي بتقابل المجتمع بالتضرع الى الله والتوسل الى الله؟ عايزين نعرف قيمة الصلاة يا جماعة، عايزين نعرف قيمة معجزة الركعتين، عايزين نعرف الركعتين دول بيعملوا ايه وبيغيروا ايه وبيحصل لهم في التاريخ ايه. يا مريم أن لك هذا، سيدة مريم واقفة تصلي والملائكة نازلة عليها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء. يعني اللي بيصلي ده رزقه بيبقى شكله ايه؟ اللي بيتوسل الى الله بالصلاة رزقه بيبقى شكله ايه؟ كم مشكلة عندكم الوقت حلها ركعتين في ركعتين في ركعتين في ركعتين لحد ما ربنا يفرج الكرب. كم ازمة نفسية عند واحد مننا حلها الصلاة، كم مشكلة في الرزق عند حد مننا حلها الصلاة. سبحان الله وبحمده، صلاة كل شيء وبها ايه؟ يرزق كل شيء. يبقى الصلاة بالرزق. عشان كده لا نسألك وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزق. أول سبب من أسباب سعة الرزق هي الصلاة. أول سبب، مش بيقولك أكبر سبب للاكتئاب في العالم كله هو الفقر، هو الفقر. أول سبب من أسباب سعة الرزق هو الصلاة. يعني أول سبب من أسباب سعادة البشر في الدنيا هي الصلاة. الصلاة سر السعادة. ولكن من يؤمن بهذا يا إخواني في الله، من يدرك هذا يا جماعة، من يعتنق هذا يا جماعة، سيدة مريم ينزل لها رزق الصيف في الشتاء ورزق الشتاء في الصيف، وينزل عليها من فتوحات العلم والمعارف كما في بعض التفسير. سيدنا زكريا يقول لها أن لك هذا، جبت العلم ده منين؟ جبت الفهم ده منين؟ جبت الرزق ده منين؟ الصلاة. الصلاة يا اخوانا، سيدنا زكريا نفسه لما شاف مريم كده بسبب الصلاة بيتنزل عليها الفتح ده، دخل في صوماته ووقف يصلي ربنا وعنده 90 سنة. وهنا العظم مني، مفسرين بيقول لك الاسنان وقعت، اشتعل رأسه شايبة، مش اشتعل الشعر، شعره وحواجبه ولحيته ما عادش ولا شعره، ماهيش بيضاء كالثغامة البيضاء. سيدنا زكريا بلغته من الكبر عتية، عتية يعني انتهى كل شيء، لا في اسباب للانجاب ولا في اي حاجة. وسيدنا زكريا واقف بيقول عايز ولد يا رب، عايز ولد، ويرزق الولد وهو شايل ابنه. المعجزة ده، المشهد الاعجازي ده بسبب ركعتين. ركعتين. ايه اللي بعد كده من خزائن ربنا ما يتخدش بركعتين؟ ايه اللي بعد كده من عطاء ربنا ما يتخدش بركعتين؟ مش قصدي ركعتين يعني ركعتين اتنين، قصدي ان ركعتين دول منهج في الحياة، منهج يا اخواني في الله. ان انت لما تقع في اي ازمة، لما تقع في اي اشكالية، لما يحصل لك اي قضية، روح يا عم شوف اي جامع. والله ياما كروبات رهيبة رهيبة فرجت بركعتين في حياة الواحد، والشواهد في حياة كل من لجأ الى الله. اصل الموضوع مش قضية ده او ده او ده، الموضوع قضية منهج. اللي هيتعرض لله بهذا المنهج، والله يا اخواني ياما كروبات لا يستطيع ان يتدخل فيها احد في الدنيا، ولا تجد احد في الدنيا تدخل فيها، وبركعتين دخل الواحد في الركعتين، والله ما خرج منهما الا وقد فرج الكرب. والله ياما امراض دخل الواحد في الركعتين ما خرج منهما الا وقد زال المرض. طيب هو لازم كل مرة في ركعتين؟ يا عم صلي 2000 ركعة يا عم، لما الصلاة هي الحل، لما تصلي صح هو الحل بتاع كل مشاكلك. يا عم صلي، يا عم خلي عندك منهج. كان اذا حزبه امر فزع الى الصلاة. الناس الوقت فزع بس مش الى الصلاة، فامراض الفزع والامراض النفسية منتشرة، انما النبي عليه الصلاة والسلام فزع الى الصلاة فيفرج الله سبحانه وتعالى كربة. عشان كده في سورة الفتح ربنا في اخر آية
بيتحدث عن اسباب الفتح. سورة الفتح دي ان فتحنا لك فتحا مبينا. كلنا قلبنا بيتهز لما نسمع الآية دي، او لما تدخل في مكان وتلاقيهم معلقين طابلو كده على الجدار ان فتحنا لك فتحا مبينا. ليه؟ كلنا قلوبنا عطشانة للفتح، كلنا قلوبنا عطشانة لفرج الله سبحانه وتعالى. طب في اخر آية في سورة الفتح ربنا بقى بيتكلم عن اسباب الفتح، الفتوحات الاربع صفحات فتوحات دول بسبب ايه؟ فبيقول لك تراهم ركعا سجدا. الصلاة هي سبب الفتح، بسبب صلاتهم، بسبب جهدهم في الصلاة الله فتح ليهم، والله فتح عليهم سبحانه وتعالى. ان احنا نؤمن بقضية الفتح يا جماعة، ان احنا نعرف الصلاة دي ممكن تبقى فتح في حياتك قد ايه لو صليت صح، لو صليت الفرائض صح، لو ربنا رزقك الخشوع ولو في ركعتين قيام ليل، لو اتعلمت يعني ايه صلاة الفزع الى الله، ان لما يحصل لك اي مشكلة او يحصل لك اي مشكلة تتوضى وتقف من ايد ربنا وتقول يا رب يا رب، وتتوسل الى الله وتستنزل عطاءات الله بالصلاة. قضية كبيرة وقضية مهمة. عشان كده يا اخواني انا عايز اقول لكم حاجة، وعايز اقول لكم قاعدة خطيرة جدا، او ثلاث قواعد خطيرة جدا. الصلاة التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك. خدوا بالكم خدوا بالكم، الصلاة التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك. اوعى تفتكر ان صلاتك طلعت وانت قلبك ما تغيرش. طب اعمل ايه يعني؟ لما هو مصلي العشاء الوقتي راقب قلبك، عيش بقلبك مع الموقف. المهم احنا هنتكلم في ملف محتاج اصلي باذن الله سبحانه وتعالى، هنتكلم عن حاجات خطيره يا اخواننا في الصلاه. هنتكلم احنا لسه دلوقتي في المقدمه، احنا لسه دلوقتي بنتكلم عن معجزه الركعتين، عن قيمه الصلاه، عن الصلاه دي غيرت ايه في حياه الصالحين، عن الصلاه دي ممكن تعملك ايه في حياتك، عن الصلاه دي ممكن تعملك ايه في دنيتك واخرتك، الصلاة دي ممكن تعملك. عشان كده ربيعة بن كعب الاسلامي النبي عليه السلام بيقول له سألني يا ربيعة، قال له اسألك ايه؟ مرافقتك في الايه؟ في الجنة. ده النبي مش في الفردوس الاعلى، ده النبي عليه الصلاة والسلام في اعلى الفردوس الاعلى، مرافقتك، نبقى رفقاء في اعلى الفردوس الاعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ازاي دي؟ قال له ده مقام انبياء، قال له اعني على نفسك بي كثرة السجود. يعني الصلاة بتوصلك للفردوس الأعلى. اللي توصلك للفردوس الأعلى في الآخرة، في حاجة في الدنيا ما توصلكش ليها؟ اللي تحللك، اللي تديك في الآخرة قصر جنب قصر النبي عليه الصلاة والسلام. في الدنيا ممكن تاخد بها ايه؟ امتحن صلاتك يا ابني، يا ابني امتحن صلاتك من الوقت، حمل دعائك على الصلاة وشوف. اطلب من ربنا النهاردة في الصلاة وبكرة في الصلاة وبعد في الصلاة، وشوف كروباتك بتتفرج بالصلاة ولا لا. لو ما بتتفرجش يبقى انت فكرك ان الصلاة اللي محلتلكش مشاكل الدنيا هتحللك مشاكل القبر والقيامة والنار، يبقى تفوق من الوقت وتصلح صلاتك. واجه نفسك بحقيقة صلاتك وامتحن صلاتك يا اخوانا. الصلاة التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك. اتنين، الصلاة التي ليس لها اثر في الارض ليس لها اثر في السماء. الصلاة غيرت ايه في عزمتك؟ غيرت ايه في وجهتك؟ غيرت ايه في قراراتك؟ غيرت ايه في نور بصرتك؟ هنتكلم في السلسلة دي. الصلاة دي المفروض تعمل لك انقلاب في حياتك ازاي؟ كل حاجة في حياتك لها تأثير عليك وتأثيرها باين. بتاكل بيبان عليك الاكل، بتشرب بيبان عليك الشرب، بتتجوز واحدة عجبك او بتحبها بيبان عليك الفرحة، كل حاجة بيبان اثرها عليك في حياتك. مش معنى الصلاة مش باين اثرها عليك؟ مش معنى الصلاة ما غيرت لكش حياتك رغم انها غيرت حياة الصالحين والصدقين؟ ثلاثة، الصلاة التي ليس لها اثر في حياتك ليس لها اثر بعد مماتك. الصلاة اللي مش هتحل لك مشاكل الدنيا مش هتحل لك مشاكل الاخرة. فوقوا يا جماعة، فوقوا يا جماعة. قضية الصلاة اخطر من اللي احنا بنتعامل بيه ده معاها. قضية الصلاة قضية خطيرة، قضية الصلاة دي اخطر قضية في حياتنا. تاني حد يقولهم لي، الصلاة التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك. اثنين، الصلاة التي ليس لها اثر في الارض ليس لها اثر في السماء. ثلاثة، الصلاة التي ليس لها اثر في حياتك ليس لها اثر بعد مماتك.
يبقى لازم تاخد بالك. قواعد دي انت لازم تكتبها وتعيش معاها. والكلام اللي بقوله ده اكتبه حتى عناوين. هات الكلام ده واكتبه عناوين. فكر نفسك، لان القضية اخطر من ان ننساها اخواني في الله. عشان كده سيدنا زي ما قلت لكم، يعني كم من الصالحين اتغيرت حياته بسبب الصلاة. يعني سبحان الله العظيم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قال لك المفسرين، قال لك ربنا جاب الصلاة في الاول ليه؟ قبل النسك والمحيا والممات. قال لك لان الصلاة لو اتصلحت كل اللي وراه اتصلح. فلما صلاتك تبقى لله صح، كل اللي وراه يبقى صح. عشان كده اول سبب لدخولك الجنة، اول سبب قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اول سبب للفردوس الاعلى في اول سورة المؤمنون الصلاة. واول سبب لجهنم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. واول سبب للامراض النفسية ان الناس بتصلي غلط. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. مش اللي ركعتين وخلصت، اللي ده منهج عمر عشانه. عشان كده من اكتر الايات اللي اثرت في قلبي الاسبوع اللي فات ده، من اكتر الايات اللي حسيت انها بتنور لنا طريقنا الاسبوع اللي فات ده، في سورة النساء قول الله سبحانه وتعالى واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. اول ما الامام في الصلاة ارى الاية اللي بعدها قلت بس بانت، بان مصايب عمرنا كلها بسبب ايه. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، الاية اللي بعدها مذبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. عرفت انت مش عارف تفصل ليه؟ عرفت انت مش عارفة تاخدي قرارات حاسمة في حياتك ليه؟ عرفت انت مش عارف تستقيم الى الله وقاعد تقوم وتقع ليه؟ لان صلاتك ضعيفة. فالانسان اللي صلاته ضعيفة حياته كلها ضعيفة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك بني الاسلام على خمس، بنيت الجماعات الشرعية على خمس عواميد. يبقى لو غشنا في مونة الاساس يبقى احنا ده جنون، ده البناء كله هيقع على دماغنا. اوعى تغش في مونة الاساس بتاع دينك. متن اساس دينك، الصلاة هي اساس الدين بتاعك. يبقى لازم نفهم خطورة الصلاة في الحياة يا جماعة. لازم نفهم الصلاة تفرق معانا قد ايه. عشان كده قالك اللي مش عايز يصاب باي مرض نفسي يصلي صح. قالك ازاي؟ قالك لان مشكلة سبب الامراض النفسية عند 99% من الناس، مش كل الناس، الافوارة. يعني الافوارة انه مش قادر يفصل، عايش مع مشاكله بيفكر فيها ليل نهار ليل نهار ليل نهار. فجأة عامل زي اللي ماسك مثلا ايه بالظبط كده، عامل زي اللي ماسك عصاية وقاعد يعمل كده يعمل كده يعمل كده يعمل كده. في الاخر يحصل لها ايه؟ هتكسر. هو ده كل واحد فينا مع نفسيته كده، ماسك نفسيته واحد يفكر في الازمه الفلانيه والمشكله الفلانيه والحاجه اللي راحت والحاجه اللي جت، فجاه تقوم مشروخه ومكسوره وقوم داخل في مرض نفسي. ربنا يحفظنا ويعافينا جميعا يا رب. فقال لك العلاج ايه؟ قال لك العلاج انك تقدر كل شويه تفصل ولو ربع ساعه. طب قال لك تفصل ازاي؟ قال لك لو خشعت في الصلاه هتفصل نفسيا. يبقى الصلاه امان من الامراض النفسيه، بس اللي بيصلي ايه؟ بس للي بيصلي صح. عشان كده تلاقي الصلاه مذكوره في مواطن عجيبة جدا يا اخواني. تلاقي الصلاة مذكورة رقم واحد وسط ايات المنافقين. واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ليه؟ مذبذبين. عايز تعرف الذبذبة بتاعتك سببها ايه؟ عايز تعرف انت بتقع في وسط الاسبوع ليه؟ عايز تعرف انت مش قادر تفصل لطريق ربنا ليه؟ لان صلاتك ضعيفة. لو صلاتك اتغيرت حياتك هتتغير وقلبك هتتغير. عشان كده تلاقي ربنا ما قالش يا اخوانا ويل لتارك الصلاة، انما قال ويل للايه؟ للمصلين. ما هي معجزة الركعتين او كارثة الركعتين. قال ويله للمصلين اللي بيصلي غلط، يا ويله ترك الصلاة. ده قصته، ده واحد قطع الحبل اللي بينه وبين ربنا اصلا. انما اللي بيصلي وبيصلي غلط وموهوم انه بيصلي. عشان كده فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي الغي الخيبة، يا خيبته يا ضلاله يا ضياعه يا جهنم اللي مستنياه. اضاعوا الصلاة. غالب المفسرين على انهم ليسوا تارك الصلاة، وانما اللي بيصلوا غلط. اللي بيصلي ولكن غلط، ولكن ما بيصليش صح، ما بيصليش الصلاة اللي ترضي الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. تلك دين البعيد، يعني البعيد والعياذ بالله، المنافق البعيد ده والعياذ بالله. تلك صلاة المنافق. بيعمل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يجلس يرقب الشمس الساعة 5:15 ولسه ثلث ساعة على المغرب، حتى إذا
كانت بين قرني الشيطان ضميري مش قادر مش مش هسامح نفسي لو المغرب بدا وانا ما صليتش العصر. انا هقوم اهو هقوم اهو خلاص الشمس خلاص قربت ما عادش غير 10 دقايق. قام ده بيصلي والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول عليهم تلك صلاه المنافق. هلا قام فنقر اربعا ام صلي بيصلي اربع ركعات بسرعه لا يذكر الله تعالى فيها الا قليلا. هو ده يا جماعه ده صلاه نص الناس اللي بيصلي يا اخوانا. يعني انما الصلاه اللي بتغير حياتك الصلاه اللي بتغير كل حاجه في حياتك هي الصلاه الصح الصلاه اللي انت رايح وانت فرحان رايح وانت ملتز رايح وانت حاسس بالفرحه. لذه الصلاه هي اعظم لذه في الحياه. عشان كده موسى ترك التنعم بالجنه وصلى في قبره. عشان كده سيدنا محمد عليه السلام ترك شهوة النساء ووقف يصلي ويبكي لذة العمر كله. عشان كده جريج مش قادر يرد على امه رب امي وصلاتي مش قادر يرد على امه رغم ان هذا يعني عتب فيه ولكن لذة الصلاة. يا جماعة انك انت تفهم ان الصلاة دي عيشة ان في الصلاة لا شغلة. انت في الصلاة مشغول بجو تاني. لما واحد يناديك مثلا يقول لك يا عم سيبه ده مشغول ده قاعد مع مراته ولا قاعد مع حبيبته ولا ده مشغول يا عم ده في عالم تاني. ان في الصلاة لا شغلة الصلاة بتنقلك لعالم تاني. الصلاة زي ما هنتكلم ان شاء الله باذن الله في المرات الجاية ونبذة منها المرة دي باذن الله الصلاة بترفعك لافق تاني تماما. عايزين يعني عايزين اخواني في الله عايزين نفهم الصلاة لما تيجي في وسط ايات الجهاد ده معنى ايه. لما في وسط ايات الجهاد ربنا يقول لك فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. العد على الجهاد هي الصلاه. اللي هيصلي انت دلوقتي لو اتقال لك يلا نحارب اليهود نص المسجد هيطلع يجري او هيتحجج بعذار. ليه؟ لو بتصلي صح ربنا هيملا في قلبك باليقين وهتقدر. الصلاه دي العده القلبيه دي عمود منهج اصلاح القلوب في القرآن. هو الصلاة انك انت تصلي صح عمود اصلاح حياتك وانقاذ حياتك ان انت تصلي صح. المعنى اللي انا عايز اكلمكم فيه الوقت بقى يا جماعة معنى عظيم قوي وعايز قلبك يعيش معايا وعايزك تركز معايا. المعنى اللي انا هكلمكم فيه الوقت ده يا جماعة عيشة عيشة للي هيقدر قلبه يلقطه. معنى ان الصلاة دي لقاء حقيقي بينك وبين الله. انت عارف لما تروح تزور قبر لما تروح تسلم على النبي عليه السلام عند قبر النبي في المدينة المنورة فنقول لك ده لقاء حقيقي حقيقي بتسلم عليه وبيرد عليك اللقاء قلبك بيتنفض في اللقاء. الصلاة دي لقاء حقيقي بينك وبين الله. يعني ايه؟ اول خطوة في الطريق للنظر الى وجه الله هي الصلاة. عشان كده الناس بترى الله في الجنة امتى؟ حد عارف امتى؟ الناس في الجنة امتى؟ وقت يوم الجمعة وقت ايه؟ قدر منصرف الناس من صلاة الجمعة. الناس بترى يعني النظر لوجه الله في الجنة ارتبط بالصلاة لان الصلاة كانت هي البداية لان الصلاة كانت هي اول لقاء بينك وبين ربنا. بس لقاء لا انت شايف ولا انت سامع ولكن قلبك عايش مع ربنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لا يلتفت احد في صلاته. ليه؟ الله ينصب وجهه لوجهك. يعني ايه؟ يعني يا اخواننا الصلاة دي لقاء حقيقي بكل معاني الحقيقة. عشان كده الاذان يقول لك يتعمل في ايه؟ يرتل يعني يقوله بالراحة كده والناس تفهم وتسمع. قال لك انما الاقامة ها يتعمل فيها ايه؟ تحضر الحدر. يعني ايه؟ الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ورا بعضه. ليه؟ خلاص جه الميعاد انك كتب ربنا. عشان كده الكلمة الخطيرة في الاقامة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. قد قامت الصلاة. يعني قد قامت افرحهم صدقهم جت اللحظة كلمة فرح كلمة بهجة جت اللحظة. فالإقامة بتبقى بسرعة وقد قامت الصلاة جه الوقت اللي هتقابله فيه ربنا جه الوقت. عشان كده أكبر وقت بيبقى صعب على قلوب الصالحين وقت كراهة الصلاة الوقت اللي هو مش قادر يصلي فيه ربنا. عشان كده أحد السلف كان بيقول إذا قضيت الصلاة فلا أجد شيئا أصبر به نفسي إلا مجيء الصلاة التي تليها. معلش كلها شوية وهتقام صلاة تانية وهتقف بين ايدين ربنا تاني. الصلاة دي عيشة يا جماعة الصلاة دي ملكوت
عيشة، بس اللي يقدر يعيشها. يبقى الصلاة دي اول لقاء بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لقاء لا انت شايف ولا انت سامع. بتقول الحمد لله رب العالمين وربنا يقول حمدني عبدي، بتقول الرحمن الرحيم والله يقول اثنى علي عبدي. تقولها ازاي دي بقى؟ تقولها باي قلب دي بقى؟ تصلي باي قلب بقى؟ فين فين اثر الصلاة في حياتك؟ فين اثر الدعاء بتاع الصلاة في حياتك يا راجل؟ يا راجل ده انت كل يوم بتاخد من ربنا دفتر شيكات على بياض. في ده انت 34 سجدة في صلاة الفريضة بس ب 34 وقت اجابة، خمس اوقات قبل التسليم اوقات اجابة، ما بين الاذان والاقامة خمس اوقات اجابة. يا راجل ده انت بتاخد من ربنا كل يوم يجي 60 شيك على بياض في الصلاة بس، في الصلاة. فين اثر الدعاء ده؟ حياتك ما اتغيرتش ليه؟ طب فين اثر المعاني النورانية؟ زي ابن تيمية ما بيقول اهدنا الصراط المستقيم. في ناس بقوا من اولياء الله الصالحين بسببها. انت كل حاجة في الصلاة بتغير حياتك، ركوع الصلاة بيغير حياتك، سجود الصلاة بيغير حياتك، كل حاجة. فين اثر انوار الصلاة في حياتك؟ فين اثر حسنات الصلاة في حياتك؟ زي ما ناخد ان شاء الله المرة الجاية واللي بعدها لما هنتكلم عن الثواب اللي انت بتاخده من فريضة واحدة بس. هنمسك فريضة واحدة بس، واحدة بس، وهنتكلم عن الثواب اللي لو صليتها صح هتاخده في هذه الفريضة. وربنا شكور لما بتعمل اعمال صالحة، ربنا بيفيض عليك من العطاءات في الدنيا. عشان كده ربنا لما ادى يعقوب لسيدنا ابراهيم قال ويعقوب ايه؟ ها؟ نافلة. قال لك يعني نافلة؟ اي بلا دعاء. يعني ايه بلا دعاء؟ يعني في عطاءات بسبب العمل الصالح من غير ما تطلب. مجرد انك انسانة صالحة، مجرد انك انسان مشغول بالله، في عطاءات بتاخدها من الله. فين اثر كل ده يا جماعة؟ فين اثر كل ده؟ فين اثر دعائك في الصلاة في حياتك؟ فين اثر انوار ومعاني الصلاة في حياتك؟ فين اثر حسنات الصلاة في حياتك؟ فين الاثر بتاع كل ده؟ انت عايز تقولي ان صلاتك صح وحياتك زي ما هي؟ لا يمكن، لا يمكن يكون هذا الكلام مظبوط. عشان كده احنا واقفين الوقفة دي النهاردة بإذن الله وفي هذه السلسلة، عشان بإذن الله نجاهد مع تغيير صلاتنا ونجاهد مع إصلاح صلاتنا بإذن الله. يبقى الصلاة دي أول لقاء بينك وبين ربنا، دي الخطوة الأولى في الطريق للنظر لوجه الله. نفسي يا أخوانا نعيش مع قضية النظر لوجه الله. اللي هيعيش مع قضية النظر لوجه الله هو اللي يعرف يصلي، لأن الصلاة دي لقاء بينك وبين ربنا. ولكن لسه ما أنتش شايف. النظر لوجه الله ده اللي ألهب قلوب الصالحين. النظر لوجه الله ده لما لقيه يذكر في سورة القمر ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عنده مليك مقتدر. سورة القمر دي نازلة في حدود وقت شعب ابي طالب، تقريبا في حدود وقت شعب ابي طالب. يعني المسلمين في كرب رهيب ومتحصرين وبيتضربهم، وربنا بيقول لهم اصبرهم هتشوفوني. ياه، هو النظر لوجه الله ده دافع قوي قوي كده يا رب؟ النظر لوجه الله تاني لما بلاقيه ذكر في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. السورة اللي ربنا قال ولا اقسم بالنفس اللوامة، سورة الملتزم اللي مش قادر، سورة الشاب اللي بيقع في المعاصي ومش قادر يسيب المعاصي، اللي نفسه يطيع ومش قادر يطيع. مش قادر يا رب، عايز عزيمة. عايز يتولد جواك عزيمة جبارة على العمل الصالح. ايوه، فكر في النظر لوجه الله. فكر في اللحظة اللي هتبص فيها في سبحات وجه الله. فكري في اللحظة اللي هتكلمي ربنا فيها ويكلمك فيها. فكر في اللحظة اللي ربنا هيقبل عليك بوجهه وهو يضحك. فكر في اللحظة اللي هيكشف فيها الحجاب. فكري في اللحظة اللي ربنا هينظر لك فيها، وماذا لو نظر لك الله. فكروا في اللحظة اللي هديك سلام قولا يا جماعة، قولا هتتكلم مع ربنا وربنا هيكلمك كلام خاص ليك. اذا كنت بتسمع القرآن من الامام بصوت طيب قلبك بيدوب، بتسمع كلام ربنا من لسان بشر قلبك بيدوب. امال لما تسمع كلام ربنا من ربنا نفسه؟ اذا كان سيدنا محمد لما يشوف ربنا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام يخر جمعة، يفضل اسبوع كامل ساجد يثني على الله بمحامد لم يثني عليها بشر من قبل. اذا كان سيدنا يوسف لما النسوة شافوه قطعوا ايديهم من جماله، وده جمال مخلوق، امال جمال الله وجمال وجه الله سبحانه وتعالى. اذا كان يا اخوانا سيدنا موسى مش شاف ربنا، شاف اللي شاف ربنا، شاف الجبل خر موسى صاعقة، امال لما يرى
نرى الله سبحانه وتعالى. عايزين قلوبنا تعيش مع خالق الجمال، بنشوف الجمال قلوبنا بتدوب. امال لما نشوف اللي خلقه بنشوف الجلال قلوبنا بتدوب. امال لما نشوف اللي خلق الجلال، امال لما نشوف وجه الله وسبحات وجه الله، امال لما يكشف حجاب النور وتنظر الى الله وينظر الله اليك وتكلمه ويكلمك وتضحك الى ربك ويضحك الله اليك، يبقى ساعتها هيبقى احساس قلبك ايه. عشان كده انت متخيل ان الصلاة دي لقاء حقيقي بينك وبين ربنا؟ انت متخيل ان المعاني دي كلها بتتوهج في القلب وانت بتصلي؟ ده اول خطوة في لقاء ربنا لما تقف بين ايديه الوقتي. بس لا انت شايف ولا انت سامع، المرحلة التانية والخطوة التانية في لقاء الله بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة أول مرحلة في لقاء الله، ولكن لقاء لا انت شايف ربنا ولا انت سمعه. متخيل انك انت بين ايدين ربنا بحق وحقيقي بيتكلمه وبيكلمك وبيرد عليك، والشوق في قلبك بيزيد. اللقاء التاني بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى اول ما بتموت، لما الملائكة بتيجي تلبسك كفن من اكفان الجنة، حنوط من حنوط الجنة. ليه؟ لان لبس السجن ده ما ينفعش تقابل بيه ربنا، الدنيا سجن ما ينفعش البس لبس جنة. ليه؟ بيزينوك للقاء الله، يصعدوا بروحك تفتح ليها ابواب السماوات وتصعد الى السماء السابعة. واول مرة هتسمع ربنا سبحانه وتعالى، واول مرة لن تراه في هذا اللقاء، ولكن ستسمعه ان رضي عنك وهو يقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. تخيل اول مرة فيها تسمع مولاك سبحانه وتعالى. عشان كده هتنزل القبر هتقول رب اقم الساعة، رب اقم الساعة، ملهوف مشتاق تقوم يوم القيامة. يوم القيامة يا اخواننا كل واحد بيطلع وعليه اثر عمله. واحد سحابة الصدقة بتاعته بتظلله وطلع من القبر، واحد القرآن بيستنيه، واحد مايل على شقه لانه كان متجوز اتنين وظالم واحدة على حساب واحدة، واحد طلع قد الحشرة قد الصرصار لانه كان حاكم ظالم او متجبر او متكبر، واحد طالع بيبخ مسك من كل مكان ده الشهيد، واحد طالع شايل عمارة شايل حتة ارض ده المختصب ليها بالزور والعياذ بالله، واحد واحدة طلعة بلبس الكاسيات العريات دي اللي ماتت على لبس التبرج والسفور المنظر، ويجي موعد ثالث لقاء مع الله وهو لقاء العرض على الله سبحانه وتعالى. مش هتشوف ربنا ولكن هتسمع ربنا سبحانه وتعالى. لو ربنا ستر لك ذنوبك، لو ربنا قال لك فإني غفرتها فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وتسمع وانت بتاخد كتابك بيمينك وتقولها ام اقرأوا كتابية، تسمع فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. قلبك يتملى شوق اكتر لربنا سبحانه وتعالى. يجي اللقاء الرابع بينك وبين الله في ارض المحشر، لسه لما اليهود هيموتوا من العطش وقاعدين يقولوا نريد ان تسقينا، عايزين نشرب بق مية. النصارى يموتوا من العطش نريد ان تسقينا، عباد الشمس وعباد الاوثان نريد ان تسقينا، والملائكة تسأل المؤمنين ماذا تريدون، فيقولون اي رب وجهك، اي رب وجهك. انتوا فاهمين يا جماعة؟ انتوا فاهمين الكلام اللي بيتقال؟ الكلام ده في البخاري ومسلم. انتوا فاهمين المعنى ده؟ ناس الكون هيموت من العطش ودول ناسيين نفسهم وناسيين المية وناسيين الظمأ، وبيقولوا عايزين نشوفك يا رب. مش اي رب الجنة، مش بيطلبوا الجنة، بيطلبوا النظر لوجه الله. عشان كده خدنا في سورة مريم ونس يوم نحشر المتقين الى
الرحمن وفدا، رغم ان المفسرين كلهم قالوا الى الرحمن يعني الى الجنة. قال لا، طب ليه مش الى الرحمن يعني الى رؤية الله؟ لان اكتر حاجة قلوبهم ملهوف عليها في الجنة هي رؤية وجه الرحمن سبحانه وتعالى. فكأنه بيجري ناسي كل حاجة في الجنة الا انه هيشوف ربنا في الجنة. يعني الجنة بالنسبة له المكان اللي هيشوف فيه ربنا سبحانه وتعالى. اي رب وجهك، اي رب وجهك. في ناس عايشة مع النظر لوجه الله للدرجة دي. انتي وانت واقفة تصلي، واقفة قلبك ملهوف، امتى هشوفك يا رب؟ انت وانت واقف بتعبد ربنا او بتصوم، امتى هشوفك يا رب؟ ركعتين بالمنظر ده تحل بيهم مشاكل حياتك، ركعتين بالمنظر ده تتجوزي بيهم، ركعتين بالمنظر ده ربنا يرزقك شغل بيهم، ركعتين بالمنظر ده ربنا يربي لك عيالك بيهم، ركعتين بالمنظر ده ربنا يصلح لك زوجتك بيهم، ركعتين بالمنظر ده ربنا ينجحك بيهم، ركعتين بالمنظر ده ربنا يشفيك ويهديك ويتوب عليك ويرضى عنك بيهم، ركعتين. ولكن صح يا جماعة، اي رب وجهك يا رب. فرقنا الناس في الدنيا احوج ما كنا اليهم يا رب. احنا سيبنا الناس عشان النهاردة نشوفك، عايزين نشوفك يا رب، عايزين نرى سبحات وجهك يا رب. فيكشف لهم عن ساق الرحمن، لسه مش هيشوفوا وجه الله الوقتي، وانما يكشف لهم فقط عن ساق الرحمن، فيخرون سجدا، يخرون سجدا من الجلال ومن الانوار. ده لسه ساق الرحمن سبحان الله العظيم، يعني شيء لا يتخيل من الجمال ومن الجلال ومن الانوار سبحان الله. يعني في المخلوق دايما الساق بتبقى اقل ملمح في الجمال في اي حد، يعني 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 ولكن الخالق سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم، سبحان ربي الاعلى. وياتي الموعد الخامس للقاء الله، والمرحلة الخامسة في لقاء الله، لما يدخلوا الجنة ويلاقوا النعيم الرهيب، واول اكلة في الجنة البحريات، زيادة كبد الحوت بحريات، وبعد كده ينحر لهم فور الجنة، تاني اكلة المشويات بتاعت الجنة، ويبدأوا يتنعموا، ولكن قلوبهم عطشانة، قلوبهم ملهوفة لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى. يشوفوا الحور ويشوفوا القصور ويشوفوا الأنهار ويشوفوا الأشجار ويشوفوا الثمار ويشوفوا الأطيار ويشوفوا الملائكة، ولسه قلوبهم ملهوفة على النظر لوجه الله. فينادي الله عليهم: يا أهل الجنة، هل رضيتم يا أهل الجنة؟ فيقولون: يا ربنا، وما لنا لنرضى. دول بيسمعوا ربنا بس لسه مش شايفينه. وقد بيضت وجوهنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله لهم: فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. شوية وربنا ينادى عليهم: يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك وسعديك. فيقول: تريدون شيئا أزيدكم؟ عايزين حاجة؟ فيقولون: يا رب، ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، حجاب النور يكشف، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اللهم انظر لنا نظرة رحمة ورضا يا رب. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك وأنت مقبل إلينا تضحك يا ربنا، يا رب العالمين. بعد كده يجي يوم الجمعة، وقت صلاة الجمعة، فينزل الرب تبارك وتعالى من عليين على كرسيه، و يصطف أهل الجنة لرؤية وجه الله، ويكشف الحجاب، ويقول الله لهم: سألوني يا أهل الجنة. فيسألون حتى تنقطع الرغبة، عادوش لاقين حاجة يطلبوها. فيعطون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا النقطة دي هي اللي تسمى يوم الجمعة في الجنة، عشانها يوم ايه؟ المزيد. لانهم بياخدوا عطاءات مبهرة كل ما بيقابلوا ربنا، وهي دي النقطة اللي انا هرجع بها تاني للصلاة، اول مرحلة في لقاء الله. عارف بعض الربانيين قال كلمة خطيرة يا جماعة، قالك ان المزيد ليس مرتبط، شوفوا الكلام الخطير ده هو، ان المزيد ليس مرتبط بلقاء الله في الجنة فقط، وإنما كل لقاء لله معه مزيد. ينهار أبيض، تعرف ده معناه إيه؟ إن كل صلاة هتصليها صح
هتاخد مزيد من الله. يعني فعين اذن يؤسلوني اهل الجنة، وبعد كده ربنا يديهم ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعد كده اهل الغرف يصعدوا لغرفهم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك درة بيضاء او ياقوتة حمراء او زبرجدة خضراء. انا كل ما بتخيل المنظر ده بحس ان الواحد قلبه هيدوب. يعني متخيل ان الغرف دي طلعت قصور، القصر عبارة عن جوهرة واحدة بس انواع الجواهر مختلفة. يعني الجواهر الكريمة ربنا خلق الاف الانواع من الجواهر الكريمة. فتخيل منظر القصور من بعيد، منظر غرفة كل واحد من بعيد، كل واحد غرفته يا ياقوتة حمراء يا زبرجدة خضراء يا درة بيضاء. المنظر المبهر ده، منها غرفها وابوابها منحوتة من جوه، كل حاجتها منحوتة من جوه، فيها اشجارها وانهارها. يعني الشجر نابت في الزبرجد ونابت في اللؤلؤ. ازاي؟ بقدرة الله. فيها خدمها وازواجها. سبحان الله العظيم. بيقولك فما من شيء احوج اليه في الجنة من يوم الجمعة لما يرونه من المزيد من رؤية وجه الله ومن المزيد في عطاء الله سبحانه وتعالى. ده مش بيحصل بس مع النظر لوجه الله او لقاء الله في الجنة، ده مع كل لقاء لله. يعني ايه؟ يعني بعد الموت لما قابلت ربنا اللقاء التاني كان فيه مزيد ولا ما كانش فيه؟ حد يعرف يقول لي ايه المزيد كان ايه؟ صدق عبدي فاه، اكتبوا كتاب عبدي في عليين، افرجوه من الجنة، افتحوا له بابا الى الجنة. فيش لقاء غير ومعه مزيد. طب لما قابلت ربنا يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم فهو في عيشة راضية في جنة عليها تكريم قدام البشرية. طب ايه المزيد اللي في الصلاة؟ عشان تشتاقي للصلاة، عشان تروح الوقت تقفل محمولك او تخلص مشوارك بسرعة وتروح بيتك تقفل محمولك وتقول الله اكبر وتقف في باب ايديه، عشان نتعلم يعني ايه فزع الى الصلاة، عشان نتعلم يعني ايه قول النبي عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كل ما يخلص صلاة الصلاة اللي بعدها امتى يا رب؟ عارفين واحد اتعين في الجامعة ومستني جواب التعيين، واحد مستني فرصة عمل تنزل في الجريدة، انتظار الصلاة ملهوف مستني الفرصة. عشان نفهم يا اخوانا الصلاة بقى، عشان نعيش الصلاة بقى، عشان نفهم معانيها. يبقى الصلاة معاها مزيد، معاها مزيد لانها لقاء لله. ايه المزيد؟ ها لما بتقول اياك نعبد واياك نستعين، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اطلب اللي انت عايزه ولعبدي ما سأل، ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي، ذلك بيني وبين عبدي، إقامة علاقة خاصة بينك وبين الله. ولعبدي ما سأل، اطلب اللي انت عايزه، اطلب ما تشاء، خلاف سائر العطاءات المهولة في الصلاة. اخواني في الله، فالصلاة عطاءاتها عظيمة وعطاءاتها كثيرة من الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا مع كل صلاة هناك مزيد، فهناك حظ من كلمة يوم المزيد في كل صلاة، لأن الصلاة لقاء لله. زي ما في الجنة لقاء لله، فوز بقى بالصلاة. اوعى تبقى خسران الصلاة في حياتك، اوعى تبقى خسران الصلاة في حياتك، فوز بالعطاء العظيم ده يا اخوانا. الصلاة دي اعظم هدية من ربنا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما طلع في المعراج ربنا، طب يا رب انا طلعت، طب امتي يا رب لسه تحت، عايزهم يطلعوا يا محمد خد دي، ده البراق اللي هيطلعوا بيه، ده البراق اللي قلوبهم هتعرج بيه إليه. عشان كده الصلاة مذكورة في سورة ايه؟ المعارج. اذا اردت ان تعرج الى الله فمعراجك الصلاة. الصلاة هي المعراج اللي هتعرج بيه الى الله سبحانه وتعالى. تاني يا اخوانا، سيدنا ابراهيم في ركعتين خد 6 معجزات من ربنا، وخد هاجر، وخد ابن بقى منقذ الجزيرة العربية، وابن بقى منقذ الشام. جريش بركعتين انقذ صورة الطائر الاسلامي في الارض، فيما اذكر ان صح ان كان الاثر عن ابن عباس في القرطبي ان اهل الدين يعني زي استعلنوا او رفعوا رؤوسهم بعد هذا، بعد جريش اهل الدين رجعوا طلعوا تاني بقى، رجعوا شموا نفسهم تاني. ركعتين ربنا يفرج بهم كرب امة كاملة، ربنا يغير بهم تاريخ طيار كامل. ركعتين يا اخوانا، سيدنا موسى سايب روضة الجنة وبيصلي في قبره، سيدنا محمد يسيب مراته حبيبته ويقف يصلي. ايه لذة الصلاة؟ ايه اثر الصلاة؟ عباد ابن بشر
بيتضرب بالسهام يا اخوانا، مش ساب روضة جنة، مش ساب لذة، ده بيتضرب بالسهام وهو بيحرس الجيش، يشيل السهم ويكمل صلاة. ايه اللذة اللي في قلبه اللي مش قادر يسيب الصلاة عشانها؟ ايه الالم اللي هيجي في قلبه لو ساب اللذة دي اللي اشد من الم السهم اللي غرز في لحمه وعظمه؟ الصلاة لو عرفنا نصلي صح، لو عرفنا نعيش صلاة، لو عرفنا نفهم صلاة، هي دي السلسلة اللي احنا بدأنا فيها النهاردة، سلسلة محتاجة صلي، سلسلة محتاجة صلي. بإذن الله سبحانه وتعالى هناخد مع بعض فيها أسباب انقلاب حياتك بالصلاة، إزاي حياتك تتقلب بالصلاة، إزاي كل حاجة في حياتك تتغير بالصلاة، إزاي نصلي صح. هنبدأ نتكلم فيها عن جوانب من الصلاة، لو أنت استحضرتها واستشعرتها هتغير حياتك، زي ما النهاردة اتكلمنا عن أثر الصلاة في حياة الأنبياء، أثر الصلاة في حياة الصالحين، أثر الصلاة في حياة من توسل إلى الله بالصلاة، زي الرجل اللي قال يا ودود يا ودود ربنا نزل له ملك من السماء الرابعة أنقذه بيها، لما وقف يصلي ركعتين والرجل يريد أن يقتله في الصحراء. يبقى الصلاة دي هتفرق معاك في نفسيتك، في سعادتك، في أي ابتلاء يحصل لك في الدنيا، في أي مشكلة، الصلاة دي ممكن تغير قد إيه. يعني نفسي والله يا اخواني، ولكن يمنعني يعني 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 مش ما عنديش نفسيه ان انا اقول لكم التجارب اللي الواحد شافها في نفسه او في غيره في قضيه الصلاه، انما التجارب اللي الواحد شافها في شفاء الامراض بالصلاه، في شفاء الامراض بقيام الليل. النبي عليه الصلاه والسلام السحر اللي عمله له اليهودي اتفك بليله قيام، بليله قيام. يعني تخيل ركعتين في ركعتين في ركعتين سحر يزول. احنا قاعدين النبي عليه مش قالك اذا قام فذكر الله انحلت عقده، فاذا توضا انحلت عقده، فاذا صلى انحلت عقده؟ اللي بيقولوا احنا مسحورين، النبي قالك ثلاث مش السحر من شر النفاثات في الايه؟ في العقد. طب ما النبي هو قالك ثلاث طرق لفك السحر: الذكر، الوضوء، الصلاه. صلوا صح، صلوا صح وشوفوا ربنا يعمل لكم في حياتكم، وشوفوا الصلاة هتغير ايه في الحياة بتاعتنا. القاعدة اللي انا مش عايز حد ينساها: الصلاة التي ليس لها اثر في قلبك ليس لها اثر عند ربك، والصلاة التي ليس لها اثر وثمرة في الارض ليس لها اثر في السماء، والصلاة التي ليس لها اثر في حياتك ليس لها اثر بعد مماتك. امتحن صلاتك الاسبوع ده واحنا بادئين نسخن مع بعض كده في الصلاه بقى ان شاء الله. امتحن صلاتك وانت بتصلي العشاء دلوقتي، شوف ايه اللي انت محتاجه، حمله على السجدات بتاعت العشاء، على الثمان سجدات اللي انت هتسجدهم دلوقتي باذن الله سبحانه وتعالى. شوف انت عايز ايه وامتحن صلاتك، وبكره امتحن صلاتك في حاجات تانية. روح الليلة قيام الليل، خليل طلب واحد من ربنا كل السجدات بتاعته، وشوف يا ابني. هتقولي طب انا ربنا ما استجابليش، ده مش معناه ان ربنا ما بيستجابش، ده معناه ان الصلاة بتاعتك فيها مشاكل، هنبدأ نصلح. هتفاجأ ان الصلاة بعد كده بقت هي يعني الحاجة اللي يفرج بها الكروبات. لا انسى مرة كان عندنا امتحان في كلية الطب وغبت، يعني كنت في شيء كده يعني عند الشيخ محمد يعقوب وغبت يعني واتمنعت من دخول الامتحان. سبحان الله دخلت على سكرتيرة القسم عايز ادخل الامتحان، قالت لي اسمك ايه كذا، لا انت ممنوع من دخول الامتحان. طيب قلت ماله، يعني ان شاء الله تتحل مش مشكله، الامتحان الصبح هيتحل. قلت لها طيب دلوقتي في مذكرات معينه عندكم كده بيجي منها الامتحان؟ قالت لي نعم. انت عايزني اديك المذكرات اللي بيجي منها الامتحان؟ ده رئيس القسم بيجي الصبح ياخد المذكرات دي ويطلع منها سؤالين ويحط الامتحان. ازاي؟ قلت لها شكرا الف سلامه، وقمت رايح على مسجد المستشفى وقمت مصلي ركعتين وقعدت اتوسل الى الله في ركعتين. والله يا اخواني طبعا والله لما افتكر الكلام ده يعني ممكن يكون التصرف اللي الواحد عمله في الوقت ده كان فيه اللي انضج منه او اللي اقرب الى الله منه، ولكن انت ربنا بيعاملك على قد عقلك في المرحله اللي انت فيها. ربنا يريد ان يريك ايه، يريد ان يريك هو يقدر يعمل لك ايه. سبحان الله صليت ركعتين ورجعت لها، انا لسه داخل قالت لي اهلا وسهلا، انت كنت عايز ايه؟ خلاص موضوع الامتحان خلص ان شاء الله بكره الصبح. انت كنت عايز المذكرات؟ ولقيتها بتجري وقامت فاتحه الدولاب وقامت مديني مذكرات. قالت لي بس لو سمحت بسرعه صورها عشان بس انت عارف ان المذكرات دي مهمه محتاجها ضروري. قلت لها جزاكم الله خيرا. روحت البيت يعني صحيت بفضل الله مش فاكر قبل الفجر ولا على الفجر، صليت الفجر وطلعت سمعت شريط عن التوكل للشيخ ابو اسحاق الحويني، وبعد كده قعدت راجع الورق ودخلت الامتحان. يعني انا عايز اقول لكم يا اخواني في الله الصلاه ممكن تغير حياتنا. ياما في مواقف كثيره ياما والله يا اخواني امراض وفي الصلاه ربنا يشفيها، ومش شرط في ركعتين، ممكن في ركعتين في ركعتين في اسبوع صلاه. يا عم صلي،
يا عم صلي. والله يا اخواني لم ارى سببا لتفريج الكروبات في العبادة، لان الدعوة من اسباب تفريج الكروبات الرهيبة، من اسباب العطاءات الرهيبة، انما في العبادة لم ارى سببا في العبادة لتفريج الكروبات قد حاجتين، قد انك تتوضى وتصلي وتتوسل، وقد انك تطوف حوالين الكعبة وتتوسل. قد انك انت تصلي وتتوسل او انك تطوف حوالين الكعبة وتتوسل في الطواف. الصلاة والطواف للناس اللي متكاسلة في عمرة التربية ثلاثة، للناس اللي لسه مكسلة في عمرة التربية ثلاثة، الحقوا الفرصة يا اخوانا، الحقوا المحضن التربوي اللي ربنا مني بيه علينا ان شاء الله في مكة والمدينة. حقوا يا اخوانا ان كل واحد مننا باذن الله سبحانه وتعالى يكافح من اجل ان فرصة التربية دي ما تروحش عليه، ان فرصة 11 يوم في مكة والمدينة قاعدين نطوف ونصلي ونستغيث ونتوسل الى الله سبحانه وتعالى ونعيش في جنة الحرمين الشريفين. الحقوا هذه الفرصة يا اخوانا، اصدقوا الله. طب انا ما عايش فلوس، هتعمل ايه اللي معكش فلوس؟ هتروح تتوضى وتستغيث بالله يا رب. طب استغثت ركعتين في ركعتين في ركعتين، يا ربنا هيفتح لك، يا ربنا هيفتح لك. هنا من اسباب الهداية اللي ممكن لا يقل عن اللي هيسافر ويروح. يا اخوانا عملوا ربنا بعد كده بالصلاة، يا اخوانا اقضوا حوائجكم بعد كده بالصلاة. خلوا الصلاة ديت يعني هي الحاجة الكنز اللي في حياتنا اللي احنا مطمنين. ايه اللي بتلاقي اللي جاي بقى؟ تعرفين سيدنا يونس كده يعني عارفين واحد مثلا معاه قنبلة نووية وهاجم عليه جيش بالسيوف، مين هناك واقف يضحك؟ يا عم ده انا هعمل لكم كده بالبتاع اللي في ايدي ده، هتتشالوا كلكم. اه البتاع اللي في ايدك دي الصلاة، والجيش اللي جاي بالسيوف ده الابتلاءات والكروبات، وهو بيقول لا كرب وهناك رب، لا كرب ونحن نقف في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. النقطة الاخرانية بقى طبعا التوصيات يا اخواني، يعني التوصيات انك انت عشان تقدر تعيش في الصلاة صح وتستفيد من الصلاة لازم تبدأ بدري. يعني اول ما الاذان يدن لازم تقطع حياتك وانت بتطبخي في المطبخ. يا ست مش لازم جوزك ياخد الفرخة متبلة زيادة عن اللزوم، يا ست مش لازم، يا بنتي قومي لما تسمع الاذان صلي فورا انت وعيالك. يا ابني اول ما تسمع نداء ربنا صلي فورا فورا، استجيب لله عشان ربنا يستجيب ليك لما ترفع ايديك. انما 10 دقايق وجاي لك يا رب، طيب 10 ايام واجيب دعائك خلاص، ما ده بسيط. ما انت هتعامله المعاملة اللي هتعامله ربنا، ربنا يعاملك زيها، وربنا كريم طبعا وكرمه فوق اي حدود، ولكن خاف انك تتعامل المعاملة دي شوية وجاي لك يا رب اخلص اللي ورايا وجاي لك يا رب خلاص. زي ما بتتباطأ في الاستجابة ممكن الاجابة لا بتاع دعائك ما تنزلش. يا اخوانا اول ما تسمعوا الله اكبر اقطعوا حياتكم، وقفوا حياتكم وانطلقوا الى بيت الله، تتوضى وتنزل وتصلي السنة وترفع ايديك وترفع ايديك وتقول يا رب يا رب، شوفوا حياتكم هيبقى شكلها ايه. والله اللي هيعمل كده وتدعي في السجود بتاع كل ركعة بتاع كل سجدة في الفريضة وتقتنص ما بين وقت الاذان والاقامة وقت اجابة الدعاء، شوفوا حياتكم في خلال اسبوع هيبقى شكلها ايه. والله انا اعلم من فعل هذا، حياته اتقلبت رأسا على عقب. يا اخوانا استغلوا نعمة الصلاة، استغلوا غنيمة الصلاة اللي ربنا اداها لنا بإذن الله سبحانه وتعالى. الخشوع امتحنوا صلاتكم بتحميل الدعاء عليها وتحميل الدعاء أثر الصلاة في حياتي. الله ده في ناس بدأت تشتغل معانا اهو فورا، طيب إن شاء الله كويس جدا. امتحنوا صلاتكم بتحميل الدعاء عليها يا رب يا رب، جزاك الله خير. امتحنوا صلاتكم بتحميل الدعاء عليها. عايزين نعمل مشروع الجواز من الاخوه والاخوات، يا ريت والله، بس نصلي الوقت وان شاء الله ربنا يفتح بالايه باللي يعملوا المشروع ده. الخشوع في الصلاه محتاج تدريب، لازم تتدربوا. النقطه الاخيره اللي انا عايز اعلق عليها بقى نقطه امتحان سوره مريم. الامتحان السهل اللي في مستوى الطالب المتوسط اللي احنا جبناه في سوره مريم. اول حاجه فضلوا مني الله يا جماعه التصحيح الوقت خلاص، يعني ان شاء الله المره الجايه اعلان الجواز باذن الله سبحانه وتعالى. الجائزه الاولى عمره، الجائزه الثانيه نص عمره. يعني ايه نص عمره؟ يعني هتدفع 2500 كده وتطلع عمره، حاجه بسيطه 2500 3000 حاجه بسيطه، يعني ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه جدا وتطلع عمره بس. الجائزه الثالثه نص عمره ان شاء الله، الجائزه الرابعه نص عمره ان شاء الله، الجائزه الخامسه نص عمره باذن الله سبحانه وتعالى، وبعد كده
في جائزتين مقدمتين من مؤسسة الطريق إلى الله، من موقع الطريق إلى الله لليافطة بتاعته ورايا دهيت، فضل ومنة الله ربنا يبارك في يعني قائمين عليه، في جائزتين مقدمتين من الموقع، يعني لسه ما أبلغونيش بالظبط هم إيه. أنا قلت لهم يا جماعة عايزين موبايلين تاتش أو عايزين أو حتى هتقولنا يا عم 500 حلوين كده ندي لكل واحد 500، هنشوف يعني. إن شاء الله بإذن الله هيبقى في جوائز بعدها برضو بإذن الله. يعني أنا هحرص ان بإذن الله سبحانه وتعالى التصحيح لحد دلوقتي اعلى درجة في التصحيح جايبة 97%، لحد دلوقتي اعلى درجة في التصحيح جايبة 97%، وطبعا التسعينات بفضل ومنة الله موجودة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. ولكن انا لاحظت ان في ورق مميز جدا رغم ان هو ما جابش درجات عالية، لاحظت ان في ورق مميز جدا. فيعني انا في واحدة وانا بصحح لها ورقتها، انا عرفت انها واحدة طبعا لان هي ارقام جلوس، بس احنا عاملين الارقام الزوجية للنساء والارقام الفردية للرجال، فانا بعرف دي واحدة ولا واحد. في واحدة وانا بصحح ورقتها انا انفعلت 4 مرات وكاتب فاهمة، كاتب لها في الورقة كده 4 فاهمة سنة فاهم، هي جابت في الاخر 64%، ولكن هي درجة فهمها عالية جدا. يعني ممكن يكون الوقت كان يعني طال عليها احيانا، والوقت يا اخوانا مش هنقدر نقول طويل. بص يا اخوانا الامتحان كان 79 سؤال، انا في درس تفتيش حرب الجمعة اللي قبل اللي فاتت مديكوا 50 سؤال، 50 سؤال، اللي هيرجع يسمع الدرس 50 سؤال من اللي جم في الامتحان نصا بنص السؤال وبنص الاجابة. يعني 50 سؤال دول ما ياخدوش اصلا نص ساعة، لان 50 سؤال انت حافظهم اصلا بالكلمة بتاعتهم. اتبقى 29 سؤال، اذكر لي معنى ادة، اذكر لي معنى ركزة، اذكر لي معنى ساجع اللهم الرحمن وهدى، يعني اللي قارئ تفسير ابن كثير في في في, في ساعة خلصه. طب احنا يعني اخ بعت لي الامتحان صعب جدا، ده امتحان دراسات عليا ولا ايه؟ بالذات للي ما ذاكرش المذكرات. طب انا يعني ما ذاكرش مذكرات، طب انا اعمل لك ايه يا ابني؟ انا مدي 50 سؤال الجمعه اللي قبل الامتحان بنص السؤال وبنص الاجابه تماما، وقلت لكم السؤال ده لو جه هيبقى اجابته كذا، السؤال ده لو جه. واللي حضر معايا في درس تفتيش حرب هيفتكر هذا الكلام. يبقى اذا يا اخواني في الله وفضل ومنه الله في ورق جميل وفي اجابات متميزه، والامتحان ده انا اكتشفت فيه بفضل ومنه الله ومن مزاياه اكتشاف كوادر في التفسير، في نوابغ سواء من الرجال او من النساء في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. الناس دي ان شاء الله باذن الله هتكرم، الناس دي ان شاء الله باذن الله يعني يجب ان تكرم ويجب ان يهتم بيها، لان الاجابات بينت ناس، في ناس قالت اجابات اصلا غير اللي انا قلتها خالص في الامتحان، غير اللي انا قلتها في المراجعه، ولكن اجابات جميله جدا واجابات سليمه واتحسبت لها صح. ليه؟ لانه والله في احيان يعني في اخت كتبت، انا كنت قلت لكم لو قلت لكم ايه الدعاء اللي النبي عليه الصلاه والسلام كلمه النبي قالها وقتك من سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم ايه يبعث حيا، مخاطر فتنة الحياة ومخاطر ما بعد الموت ومخاطر القيامة، فانا قلت لكم اللهم انت السلام وايه ومنك السلام، السلام من كل ده. قامت كاتبة دعاء تاني وانا بقول ايه الدعاء بتاع النبي، عارفين كتبت ايه؟ كتبت الدعاء بتاع اخر التحيات، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنة المساجد، واعوذ بك من ايه عذاب القبر الأربعة. قلت سبحان الله، قلت ده إجابتها أحسن من الإجابة اللي أنا قلتلكم. يعني في ناس جميلة والامتحان بين إن في ناس ذكية، وبين إن في ناس مكافحة، وبين إن في ناس بفضل ومنة الله ذاكرت كويس جدا المذكرات وهضمتها، حافظة الصورة كويس جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، ذاكرت كويس جدا ابن كثير بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. زي ما قلتلكم يا إخواني يعني إن شاء الله بإذن الله المرة القادمة توزيع الجوائز بإذن الله سبحانه وتعالى، وهنحرص. يعني أنا والله أنا أملي، يعني أنا حتى قلت في الآخر إيه، قلت أنا هعمل 20 جائزة كده، كل جائزة ظرف وفي 100 جنيه، يعني يبقى حتى مثلا اللي طالع 30 واخد جايزة، او اللي طالع 25 واخد جايزة، حتى لو حاجة بسيطة، ولكن لازم نحسس الناس اللي دخلت. ولو استطعت والله يا اخوانا وانا احاول الى الان، لو استطعت ساعطي جائزة لكل واحد واحدة دخل الامتحان ده، يعني لان انا شايف ان اللي دخل الامتحان وكمل الامتحان للنهايه ده بفضل ومنة الله، يعني ايه يعني فضل العدد اللي دخل الامتحان مش قليل. انا ما كنتش متخيل ان في حد يقدر يذاكر الست مذكرات ويذاكر ابن كثير ويحفظ الصوره وبالمنظر ده، بفضل ومنة الله دخل الامتحان فوق ال 130، اللي كمل الامتحان للنهايه فوق ال 130 واحد او ال 132 واحد وواحده، ففضل ومنة الله اللي دخل الامتحان عدد كويس جدا.
فيعني يعني انا ما كنتش متوقع ان في ناس هيبقى عندها جرأة في اول مسابقة تفسير نعملها. انا اوعدكم ان شاء الله ان بعد كده لما ناخد صورة ونعمل امتحان تفسير عليها ان شاء الله باذن الله ان الامتحان هيبقى لا مش هيبقى هو من بوك، هيبقى ان شاء الله باذن الله. يعني ايه، انا كان نفسي اوصل رساله والله يا جماعه، يعني لان في ناس يعني قالت الامتحان ده صعب، الامتحان ده يعني جاي. قلت لهم يا اخوانا انا نفسي اوصل رساله ان يا اخوانا التفسير ده يا اخوانا اللي مضيع اهتمام الامه بالتفسير، ان الناس بيقرا شرح الايه فيلاقي كلمه ملهاش علاقه بالواقع بتاعه، الكلمه دي بتحل له 20 مشكله في حياته وهو مش عارف. فانا جبت لك امتحان، والامتحان عملت له موديل اجابه وهينزل على النت ان شاء الله باذن الله، هينزل على النت موديل نموذجي للاجابه بتاعت الامتحان باذن الله، بحيث ان اللي عايز يفهم انا جبت لك خلاصه اهم المعلومات اللي انا عايزك تفهمها في حياتك وحطيتها لك في الامتحان، بحيث ان الامتحان ده بعد كده لو قريته بس اسئله واجابات انت رجعت على اهم معلومات انا مش عايزك تنساها الى ان تلقى الله سبحانه وتعالى. عايزين نفهم بقى ان القران ده روشتات، عايزين نفهم بقى ان القران ده بيحللنا مشاكلنا، مش مجرد كلمه مناش عارف علاقتها بواقع ايه، القران ده بيحللنا مشاكلنا، ودي قضيه مهمه. وباذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله هنكمل مع بعض، ولما هناخد صوره قريبا تاني ان شاء الله مع بعض باذن الله، غالبا بقى بعد العمره ان شاء الله باذن الله، بعد عمر 7-2 ان شاء الله لما هناخد صوره تاني مع بعض ان شاء الله باذن الله هتبقوا انضج من كده. انا في ورق ان شاء الله قررت ان انا احتفظ بيه معايا، ان شاء الله احتفظ بيه في مكتبتي، لان فعلا في اجابات عاليه جدا، في اجابات من الاخوه ومن الاخوات عاليين جدا. انا مش عايز اقول اسماء، يعني مش عايز اقول اسماء، ناس مميزه جدا بفضل الله. الامتحان ده يا جماعه نص اللي كانوا داخلينه اخوه واخوات كانوا دعاه، فما كانش ينفع. والامتحان لحد وقت الاسبوع اللي فات كان هو جايزه واحده بس عمره، انما ربنا يسر جوائز اخرى بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى. فكان لازم الامتحان يبقى اختبار حقيقي للفهم واكتشاف حقيقي للكوادر المرتبطه بتفسير كتاب الله. اخوانكم بيذكروكم بصيام 13 و14 و15 يوم الاحد والاثنين والثلاث، يوم الايه؟ حد والاثنين والثلاث. اللي عنده خط واتس، اللي عنده صفحة فيس، اللي عنده عروض رسائل محمول او اللي عندها، ابعتوا للدنيا كلها فكروهم بصيام 13 و14 و15 حد واثنين وثلاث، عمرة التربية ثلاثة يعني طبعا. وانا بذكركم بيها لازم نفتكر اخونا احمد بهجت حبيب قلبنا، يعني اللي فوض ليكون مدير لعمرة التربية ثلاثة. يعني المدير بتاعها ده يا جماعة مش معناه الشركة، الشركة هي المنفذة، انما احنا بنعين مدير من يعني بعين مدير منكم يدير العمرة عشان يقوم على تنفيذ البرنامج التربوي بتاعها. استاذ احمد بهجت ربنا يحفظه، هو مريض جدا يا اخواني، ويعني كنا مع بعض امبارح اول امبارح عند اثنين من الاطباء، ويعني هو مبتلى في هذه الفترة بعدة امراض، ويمكن بسبب كده مسألة الأيام التربوية الاستعداد للعمرة لسه ما بدأتش لحد دلوقتي. فمن حقه علينا بعد المجهود الرائع اللي بذله في الترتيب لهذه العمرة وفي إدارة هذه العمرة، يعني جزاه الله كل خير رغم انشغاله الدنيوي ومهنته الدنيوية، يعني حقه علينا ان احنا ندعي له بالشفاء. اللهم اشف عبدك احمد بهجت يا رب، اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيه بشفائك وداويه بدوائك، اللهم املأ بدنه بالعافية، اللهم اصرف عنه يا رب ما به من سوء، اللهم اكشف ما به من ضر، اللهم اكشف ما به من ضر، اللهم اجعل عمرة التربية عمرة موفقة مسددة مؤيدة منك يا رب العالمين، اللهم اجعلها فتحا علينا وعلى عبادك، اللهم افتح على قلوبنا فيها، اللهم افتح على قلوبنا فيها، اللهم افتح لنا فيها من انوارك وبركاتك ورحماتك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا قوي الملتزمين والملتزمات، اللهم قوي دينهم، اللهم انقذهم، اللهم اغثهم، اللهم اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، اللهم فرج كربهم، اللهم املأ قلوبهم بالايمان واليقين، اللهم فرج كرباتهم، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب. اللهم اوصلنا اليك، اللهم اهدنا ويسر الهدى اليك، اللهم يسر لنا سبيلنا الى بيتك الحرام،
اللهم يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم يسر لنا سبيلنا إلى بيتك الحرام. ومن قعد من إخواننا أو أخواتنا عن الذهاب إلى بيتك الحرام عجزا، اللهم فأفض عليه من أنوارك ما تعوضه به يا رب العالمين. اللهم افتح لنا جميعا أبواب رحمتك وفضلك، اللهم افتح لنا جميعا أبواب رضاك وأبواب الاستعمال لنصرة دينك في الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رب العالمين. أقول قولي استغفر الله لكم. معلش يا إخواني، فصيلة أو سالب، فصيلة أو سالب، عدد كيسين، احتياج شديد، نزل نظرا لان العملية تم اجراءها، يعني سبحان الله العملية مش لسه اتعمل، ده خلاص عملت العملية ومحتاجين الدم ضروري اليوم ولم نجد حتى الان. اخونا احمد خلف هيبقى، استاذ احمد خلف فين؟ هيبقى موجود هنا ان شاء الله عند المنبر بعد صلاة العشاء باذن الله. وما تنسوش توزيع الجوائز ان شاء الله باذن الله المرة القادمة، والاعلان عن الاوائل في مسابقة العمرة. جزاكم الله خير.